قلنا لحضراتكم مرة تانية دكتور إبراهيم، هو يعني معلش كده سريعا قوي علشان احنا قرينا انا وانت في خلال الفاصل الكثير من تعليقات الناس كلها حول اللي حضرتك قلته بتاع رقم التليفون والتسجيل بتاع البطاقة. هل في ناس بعتت تقول هي لازم شركة واحدة؟ لا يا فندم، الاربع شركات المحمول اللي هم لايسنس من وزارة الاتصالات ومركز الاتصالات، يعني اي رقم بتاعك بتاع شركة المحمول. وعايز اطمن الناس ان لما لقينا ان في تزاحم على المكاتب وان الموقع واقع احنا مدينا الفتره، خلاص مفيش مشكله في مد الفتره. تمام. بس الناس ارجوكم 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 روحوا سجلوا التليفونات بتاعتكم، لان ده احد المحددات في الحصول على السلع التموينيه. واللي ما عندوش تليفون باسمه يسجل باسم حد على البطاقه بتاعته اللي هو صاحب البطاقه. آه. صاحب البطاقه، يعني انا ممكن النهارده اودي ابني بالبطاقه بتاعتي ويتحصل على رقم محمول ويبقى هو المسؤول عن هذا. بس الأرض. اي شركه انت عايزها تشتغل معاها؟ الاربع شركات. طيب. بنشتغل معاهم. طيب خليني فكرة على شركة. خليني اردك بقى كده سريعا جدا، امتى هنشعر بالخبطه بتاعه زياده الاسعار، وهل ستنخفض الاسعار في العالم قريب ولا لا؟ لا، الاسعار في تزايد، التضخم العالمي يزداد زي ما قلت، متوسط التضخم العالمي وصل الى 9%، في امريكا النهارده وصل 7 وشويه%، في بريطانيا وصل 9%، كانت الدول دي بتسجل معدلات تضخم 1%. طول ما هناك، وانا بقول طبعا ان الحرب يعني لسه الناس بتصور انها بكره، يعني لا 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 لا، احنا كنا قلنا لو ما خلصتش في اسبوع هتاخد لها سنه واتنين. الامر ممتد وتبعيات هذه الحرب ممتده، فالتصور هناك زيادات سعرية بتتكفل بيها الحكومة نيابة عن المواطن. ده السؤال الأول. السؤال بقى التاني كنت حضرتك عايز تسأل على القمح. أنا عارف بالظبط النهاردة الحقيقة وصل حجم توريد القمح. أيوة النهاردة وصل ما يقرب من 2 مليون طن. احنا بنستهدف قد ايه؟ بنستهدف من 5 ل 6 مليون طن قمح محلي.